وينضم معنا من اسطنبول السيد نظير النداوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. اهلا ومرحبا بك استاذ نظير. بداية، البرلمان صوت على الزام مفوضية الانتخابات على اعادة الفرز اليدوي في عموم العراق، ما الذي سيغير هذا على النتائج التي بالاساس طعن في نزاهتها؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة القرار الذي يعني اصدره البرلمان العراقي يعتبر انعطافة خطيرة بالعملية السياسية الحالية، لأنه سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر في الانتخابات العراقية، وهناك احتمالية كبيرة أن يتم الطعن في كل العملية الانتخابية، لأن إعادة الفرز اليدوي لهذه الصناديق ستسفر عن نتائج مغايرة عن التي أعلنتها المفوضية فيما سبق، وبالتالي يعني هناك سيكون مبرر قوي للطعن بالعملية الانتخابية برمتها. طبعا هذا الأمر ربما سيفتح المجال لسيناريوهات خطيرة في البلد، اللي هي من ضمنها يعني تتحول حكومة العبادي الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي الخطورة هو من التنازع الآن بين الكتل السياسية، فالفائزون من هذه الانتخابات سوف لن يعني يعطوا الموافقة على يعني مشي الأمور بهذا المجرى، والخاسرون سوف يعني يشحذون همهم لإلغاء نتائج الانتخابات، وربما ستسفر هذا الصراع إلى دخول العراق إلى نفق مظلم لا يعلم أحد يعني إلى ما سوف يسفر مستقبلا. طيب، حيدر العبادي أقر بوجود تزوير كبير في الانتخابات بعد أن كان يعتبر أن الخروقات والتزوير أمر طبيعي، يعني هذا التحول كيف تقرؤونه؟ وهل التزوير أمر طبيعي كما يقول العبادي؟ ولماذا إن كان التزوير أمر طبيعي تحاسب الحكومات والقوانين كل من يزور هوية ما أو عملة ما أو قضية ما؟ طبعا هم ينظرون إلى التزوير الحاصل بانتخابات كأنه أمر طبيعي، وهم يعني خارج القانون ولا ينطبق عليهم القانون، إنما ينطبق فقط على المواطن الضعيف والفقير لتطبيق هذه القوانين. حقيقة التغيير المفاجئ بموقف العبادي ربما يتم تفسيره إلى أنه قد أدرك أن لا حظ له كبير بولاية ثانية، والحل الأمثل بقلب الطاولة على الطرف المقابل وإعادة هذه الانتخابات من جديد وبفرص أكبر وأقوى للتحالف الذي يقود العبادي. هذا يعني أكبر الظن أنه يكون هذا هو السبب الأساسي. هوشيار زيباري يقول إن رئيس الوزراء ورئيس البرلمان على توالي حيدر العبادي وسليم الجبوري يسعيان لإلغاء الانتخابات لدوافع وصفها هو بالأنانية. يعني كيف يمكن وصف أو ربط هذا الصراع بين العملية السياسية في العراق وفشل الانتخابات وحتى فقدانها شرعياتها، ولماذا هذا الدفاع المستميت على شيء ثبت أنه مزور؟ يعني هو هوشيار زيباري لم يجانب الصواب حينما وصف سليم الجبوري ورئيس الوزراء بالأنانية، لكن بنفس الوقت هذا ينطبق عليه وعلى من يمثل من السياسيين. هو بدافع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حصل أعلى الأصوات في كردستان وأصبح يعني رقم صعب في المعادلة السياسية، هم لا يريدون أن يخسروا هذا الموضع، لأنه في ظل انتخابات تكون نزيهة سوف لا يكون لهؤلاء الذين ورطوا الشعب الكردي حظوظ كبيرة بالحصول على هذا العدد من المقاعد البرلمانية، لذلك هم يدافعون بشراسة عن النتائج الحالية ولا يريدون خوض انتخابات جديدة أخرى أكثر نزاهة أو بمراقبة دولية ربما لا تعطيهم الحظ الكبير في الحصول على عدد أصوات كافي ليكونوا يعني رقم صعب في العملية السياسية. أستاذ نظير، لماذا التركيز الآن منصب على قضية التزوير في الانتخابات في وقت يتناسى فيه أساسا ويتم تجاهل نسبة المقاطعين الغير مسبوقة في الانتخابات التي حصلت؟ يعني لم تتجاوز نسب المشاركة فيها 19%، لماذا يتم التجاوز على هذه القضية؟
يعني الآن أيضا يتم التأكيد على تعديل قانون الانتخابات، ولكن لم يتم يعني جعل فقرة فيها طبعا بالانتخابات إذا كانت هناك نسبة عالية من المقاطعة، وهذا الذي يعني الجميع سواء هذه الكتل أو تلك الكتل يعرفون بأن المقاطعة للانتخابات الحالية أو المستقبلية سوف تكون نسبة عالية، وبالتالي سوف لن يخرجوا من هذا النفق، لذلك هم لم يشيروا إلى موضوع المقاطعة الشعبية عن هذه الانتخابات وعزوف المواطن ويأسه من أن يكون هناك أي تغيير من خلال العملية الانتخابية، لذلك تجدهم يركزون على مواضيع التزوير والإثبات على أنهم كان لهم ربما تكون حظوظ كبيرة في الانتخابات، ولكن بسبب التزوير هم لم يحصلوا على عدد من المقاعد التي تؤهلهم ليكونوا يعني مهمين بالعملية السياسية. هذا يعني أظنه هو يعني جوهر أو الدافع الذي من وراء هذه المطالبات. المحلل السياسي العراقي الأستاذ نظير النداوي كنت معنا، شكرا جزيلا.